الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب العون والتوفيق والسدادة والنجاح. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، فإنك أنت قادر على كل شيء قدير. أسعد الله صباحكم هذا بكل خير من هنا من أرضية هذا الميدان، من ميدان سيف العرب، أحد الأفرع والأذرع التابعة لميدان المرموم، في صباحية يوم الجمعة الموافق 11 من شهر 8 لعام 2023، ضمن انطلاقات سباق السند، أيضا سباق الحلفة، والذي ينطلق منذ قليل الشوط الأول الرئيسي من مسافة 4 كيلومترات. نسير إلى المقدمة، نتابع الصدارة والمركز الأول، وهنا على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول في هذه اللحظات والحقائق الأفكار والمقدمة الأولى في هذه اللحظات، هذه الشاهينية لسلطان بن ناصر بن سعيد العويسي، هي تقدمت واخذت المركز الأول، بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثاني لأجد الغادمة على المركز الثاني في هذه اللحظات. على المركز الثاني من وصلت وتقدمت في هذه اللحظة الشاهينية أحمد بن عتيج بن عبيد الرميثي، يتقدم على مستوى المركز الثاني، بينما نقلتنا مباشرة إلى المركز الثالث لأجد الغادمة في هذه اللحظات. من وصلت هذه الشاهينية لسلطان بن ناصر بن سعيد العويسي، خذت المركز الثالث، بينما في المركز الرابع نتابع من الغادمة في هذه اللحظات. هذه دمعة محمد بن قنوب بن سعيد بن كديدة على مستوى المركز الرابع، بينما في المركز الخامس الشاهينية لسلطان بن ناصر بن سعيد العويسي، يتقدم على مستوى المركز الخامس، بينما في المركز السادس كذلك الشاهينية بشعار سلطان بن ناصر بن سعيد العويسي على المركز السادس، بينما في سابع المراكز اللي وصلت شواهين هادي بن احمد بن حسن بثيمه العامري. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، بدات هنا المعركه وبدات الاثاره بعد ما عدينا المراكز الأولى المتقدمة التي تسير بناموس هذا الشوط، وعودة إلى المركز الأول، عودة إلى الصدارة الأولى. هذه الآن غيرت وتسللت نحو المقدمة الشاهينية لأحمد بن عتيج بن عبيد الرميثي في مقدمة الشوط وفي الصدارة الأولى. ما شاء الله ما شاء الله وتبارك الله، شوف الإثارة، شوف التحديات، شوف التي تدور في صباحية هذا اليوم. هذه المنافسات القوية بين الحقائق الأفكار، بينما في المركز الثاني، في المركز الثاني هذه الغادمة شواهين هادي بن أحمد بن حسن بثيمة العامري، وصلت إلى المركز الثاني، بينما في المركز الثالث هذه اللي غادمة شاهينية، وكذلك على المركز الرابع تعود ملكية لسلطان بن ناصر بن سعيد العويسي، يتقدم الآن إلى المركز الثالث والرابع. الله، وفي المركز الخامس، في المركز الخامس الشاهينية كذلك لسلطان بن ناصر بن سعيد العويسي، ولكن عودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الشاهينية، إلى الشاهينية في صدارة هذا الشوط في المركز الأول. ما شاء الله وتبارك الله، شوف التحدي، شوف
شوف الشاهنية، بسم الله عليك يا شاهنية. هذه الشاهنية صاحبة الإنجازات، صاحبة البطولات، صاحبة الترشيح من أصحاب النظرة الثاقبة من خلال مشاركاتها في الأسابيع الماضية. المركز الثاني هنا تحركت شوائين، هادي بن أحمد بن حسن بن ثيم العامري، ولعت ما بينهن يوم وصل عند كيلو الامتحان، ولعت ما بينهن نار اللظى. لو شفت يا الليبي يلي صار بينهن وجرى، هذه الشاهنيه سادي الشاهنيه ما تخيب الظنون، صاحبه الانجازات. الله سلام الى المزهر، سلام سلام لد الشبا، سلام الى دبي، سلام وتحيه. مشكور مشكور يا ابو عتيج، مشكور يا ابو عتيج، مشكور. تهانينا لعتيج بن عبيد الرميثي وانجاله الكرام على فوز شواهين شواهين شواهين، بطلة اول الاشواط. المركز الثاني وصل شواهين، هادي بن احمد بن حزم بالثيم العامري. المركز الثالث من وصلت أيها الأخوة الكرام، هذه الآن وصلت اللي هي الشاهنية سلطان بن ناصر بن سعيد العويسي. عودة إلى التوقيت، عودة ما شاء الله وتبارك الله. التوقيت كم؟ إذا مشاهدين الأعزاء، اللي بيبدو أن ما وقت التوقيت العدل والشوط انطلق عنا، ونحن كنا متأخرين قليلا عن انطلاقة الشوط. على العموم تهانينا وناموس لأحمد بن عتيج بن عبيد الرميثي على فوز الشاهينية وانتزاعها لناموس هذا الشوط.